وإن عم الصمت أرجاء هذا المطعم فإن لغة التواصل حاضرة. فمحمود أبو ناموس الخريج من قسم إبداع الحاسوب من الجامعة الإسلامية لم يستسلم لإعاقته السمعية والبطالة، فاختار دورة تعلم طرق طهي الحلويات لتغيير حياته وإيجاد فرصة عمل مكنته من التفنن فيما يتقن ومن الانسجام أيضاً مع زملائه. في البداية محمود واجهنا معاه صعوبة في التعامل، لكن بعد ما مر يوم يومين صارت عندنا مرونة كتير سهلة بيننا وبينه في التواصل، لأنه خش على شغل تاني غير شغل الكيك، بدأ يتعلم، صار يتعلم حاجات حلوة، صار يطلع أوردرات عليها طلب، الناس حبت شغله، حبت التعامل معه، وما شاء الله عليه، يعني أنا بتمنى له كل التوفيق. أكثر من تجربة وأقرب للإبداع مهام عمل أبي ناموس التي ينجزها على أكمل وجه بشغف وابتسامة. غلقت أبواب العمل في وجه محمود أبو ناموس، إلا أنه أصر على أن يحجز له مقعد تميز من خلال صناعة الحلويات. هي قصة تحدي له ولأمثاله من الخريجين في قطاع غزة. هنا على قارعة الطريق وجد سعيد لولو خريج كلية الصحافة والإعلام من جامعة الأزهر ثمار ما حصد من درجات علم، فهذا الكشك الخشبي هو السبيل له لانتزاع حقه في العمل بعد سنوات عقيمة من البحث عن أي فرصة. فبالرغم من العائد المالي القليل إلا أنه أصر على الاستمرار للخروج من دائرة الاستسلام لقلة الفرص. اشتغلت في مطعم فلافل، اشتغلت كذا مكان، صراحة قبل سنتين اعتصمت واضربت عن الطعام في الجندي المجهول، ما طلع لي شغل، طلع لي بس بطالة. طبعا كنت أنا قبلها لليوم طبعا دقيت كل وزارات الحكومة الفلسطينية في غزة، ولكن لم أحصل على شيء. طبعا قبل فترة كنت أنا محبوس على ذمة مالية في السجن، وقفوا معي أهل الخير عملوا لي هاي العرباية وسميتها كشك الخريجين، بحيث أنه أنا أسلط الضوء على قضية الخريجين. أمام الآلاف من الخريجين آمال بعيدة المنال في درب البطالة وانعدام فرص العمل. هو واقع غزة المنهك حصارا دون أي أفق للتغيير. لفضائية النجاح، تغريد العمور، قطاع غزة.